ورود مدام مصطفى بنت عرفتين على يمين المنصة أدى إلى اشتعال إحداهما وإلى وجود شخص مصاب ومتجه أسفل السيارة الأخرى. وأمام المنصة نشاهد ثلاث آخر أبدوس انهيار جزئي لعقار يوجد فيه سيدة محقرة. على يمين المنصة على الفور قامت قائدة الفريق بوضع خطة تعتمد على إنقاذ الأرواح أولا ثم الممتلكات مع التنسيق المستمر والهلال الأحمر المصري وأعضاء هيئة الإسعاف. فيقوم قسم الإطفاء بالفريق بالتوجه للتعامل مع النيران ومحاولة إهمالها ومنع انتشارها إلى المجاورات.